استنفار أمريكي سياسي وعسكري لحماية إسرائيل من الرد الإيراني، كيف؟ But we have to be prepared for what could be a significant set of attacks. أولاً، أعلن البنتاغون إرسال الغواصة النووية USS جورجيا على الشرق الأوسط، مع العلم أنه حركة الغواصات الأمريكية سرية بالعادة وما بيكشفوا عنها قبل بوقت. تحمل هيدي الغواصة 154 صاروخ توماهوك الهجومي يلي بيستخدم ضد أهداف برية، إضافة لعشرات التوربيدات البحرية. دور هيدي الغواصة هجومي، وسبق أنه استخدمتها واشنطن بالخليج العربي بال2020 لمواجهة تهديدات إيرانية. ثانياً، أعلن البنتاغون تسريع وصول حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن البرجة اللي هي أشبه بقاعدة عسكرية عائمة تحمل أكثر من 70 مقاتلة حربية منها طيارات F-35. كمان هيدي البرجة هجومية ومنها انطلق اجتياح العراق بال2003. رح تنضم الغواصة USS جورجيا وحاملة الطائرات USS أبرام لينكولن لحوالي 18 قطعة عسكرية أمريكية منتشرة أساساً بين المتوسط والبحر الأحمر وعمان، وعم بتساهم حالياً بالدفاع عن إسرائيل من هجومات الحوثيين. Are we trying to send a message? Absolutely, we're trying to send a message, which is we're looking to de-escalate the situation, that we're looking to have capabilities in the region to protect our forces while also support the defense of Israel. ثالثاً، بالرغم من هالاحتياطات العسكرية، بعد أمريكا مراهنة على مخرج سياسي للأزمة، ولهالسبب واصل وزير خارجيتها أنتوني بلينكن على المنطقة وآموس هوكستين على بيروت للتأكيد على ضرورة ضبط النفس، وأنه يكون الرد على اغتيالات بيروت وطهران بلا فعالية وما بيفتح معركة كبيرة بالمنطقة. Our commitment to Israel's security is ironclad. We will continue to defend Israel against attacks from terrorist groups,